دي تانكس اند ذوز هو ان فرونت اوف ذا وير كراش تو ديث قاعد عنده وحي ومفجوع واللي مات مات قال هو ايفر دايد اغلى من المجموعه اللي في هذا الميدان ذا يونيتي اوف تشاينا از مور امبورتنت وهيبتها وقانونها ذان ذوز بيبل ان دي ان ذا سكوير تيانمن سكوير قال لهم اهم من كمشة النواب في البرلمان اضربهم بالدبابات قال والغرض the unity of the الفرع Russian Federation was more important than those in the building ومعهم مهووسين اخرين اسمها الفرع الداوودي مجموعه دينيه متطرفه اعتصمت في مستودع كبير داخل امريكا حاولوا معاهم the Davidian cult they were also دبابات they send them the tear gas and also armored vehicles جابوا لهم الغازات السامه قتلوهم كلهم and those who also took over the الزرقاوي قالوا خش بعصابته الزرقاوي تابع بن لادن who is a follower of bin Laden خش في الفالوجة when he went entered فالوجة امريكا مسحت الفالوجة بالطيران مسح وضربت النساء امريكا flattened فالوجة from the air هذا مو fighting terrorism هذا مقر الارهابيين احنا نبحث عن الزرقاوي وعصابته وي ار لوكينج فور الزرقاوي هذه المدينه اسمها الفالوجه وبالتالي احنا لازم ندمرها اند وي مست ديستروي بيت بيت بالقنابل بالطيران دمروها بومباردت فروم ذا اير امريكا تحتاج عليه واحد نوبدي كان ذكرنا لما انت تدمره لانه هو نفسه بي كريتيكال اوف وات دي ديد بغداد دمرت بغداد was destroyed. ياما من المدنيين ماتوا. So many civilians died. ماتت ومناسبات افراح ضربت قال نحسبوها قال نحسبوها تجمع معادي. When wedding wedding ceremonies were shot at thinking that illegal gatherings. مليونين ثلاثة ماتوا في بغداد. والطائرات الامريكية. 2-3 million died in Baghdad. بنقضي على الارهاب. So we can get rid eliminate terrorism and get rid of al-Ba'ath. بنقضي على القاعده and we'll finish al-Qaeda غزه شفتوها الاسرائيليين غزه هاودي nobody condemned the israelis الاسرائيليين قالوا عندهم الحق they have they said the israelis have the right دفاع عن النفس to self defense البر والبحر والجو from air from sea from sea and from land غزه وتقتل كما تشاء tanks entered the city and killing as they wanted شايفين الصومال شنو صاير فيه؟ Do you know what what's happening in Somalia? تبوكي بلادكم زي الصومال زي العراق. Do you want your country to be like Somalia and like Iraq as well? هذه البلدان same groups who caused the destruction of this country. وبالصومال. Is doing what they want Derna to be like Fallujah. I want Al-Bayda like Fallujah. نفس العصابة لنفس المجموعة. Same gangs. Same group. من الليلة وتبدأ بكرة. From tonight for tomorrow. كل الشباب. All the youth. Youths. كل الشباب مش الجرذان المرضى متاعي الحبوب. Not those who rats who taken the tablets. كل الشباب من بكرة. All the youth from tomorrow. Form committees. المحلي. The local security. الآن من الليلة. From tonight. يبدو في تخيط الشعار أخضر. They put green عليه. And green. الان الشعب المحلي يعني with red writing security لين يعاتبهم secure the cities to bring back security to the cities قلنا لهم روحوا قالوا يهاجموا فينا they are attacking us قالوا يهاجموا فينا بالرصاص قلنا لا ما تقاوموش قالوا ما دام ما فيش مقاومه احنا بنروحوا لغايه ما يعود رجال الامن من جديد وياخذوا السلاح until the security personnel come back and establish security once again كل قبائلهم الحمد لله they will go back to their tribes تلتف حول قبيلته مش تلتف حول عملة امريكا عملة 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 بلاد it's the people of the tribes will help them not the agents of the Americans or bin Laden or the agents of Zarqawi ولادكم your children من بكره from tomorrow الشباب مش قلنا هذول اللي شروهم اللي شروهم وخذوهم نوت ذوز يوتس اللي يشوفوا اولياء امورهم شنو يديروا كان فكوها اولياء امورها وسلموهم للامان ودربناها
وعالجناه من الحبوب وممكن يطعموا شباب صالحين. If they were handed to the authorities so we can rehabilitate them and make them you know more effective members of community. واللي عنده اخوه تطلع بسرعة، واللي عندها قريبها ولا حبيب تطلع بسرعة، والرجال اللي عندهم اولاد واللي عندهم يطلعوا بسرعة، والامهات all people men and women should go out على الشوارع سيطروا على الشوارع streets take over the streets نبغى الشعب الليبي يسيطر على ليبيا the revolution from one end to another على راس الثورة الشعبية. I am the head الثورة الشعبية كيف شكلها. I am the head of the الثورة الشعبية هي وعي people's revolution هي عمل بناء هي سيطرة على الأمن is taking هي security أمن احترام establishing security شعبية respecting authority people's authority وزارات شعبية لجان شعبية نوروهم السلطة الشعبية كيف تكون نوروهم الثورة الشعبية كيف تكون اطلعوا من بيوتكم اعتبارا من الآن get out of your houses and through, as of now الشباب يتنظموا أيضا في and for youth لجان to be organized to join the المادية والمعنوية committees تعني المجد تعني العزة تعني معمر قذافي تعني تاريخ الأجداد الشهداء بكره كل الشباب يحمل شعار الدفاع tomorrow الدفاع youth عن should be في كل المدن الليبية والقرى الليبية all, all cities Libyan cities and should wear these bands شعار على كلها على اليد on the arms لجان الدفاع عن المكتسبات تعني الدفاع عن committees defending the achievements العملاق اللي تكاليفه 71 مليار اللي سكر 3 ملايين ليبي to defend the achievements المطارات that cost 71 billion dollars المكتسبات المادية غدة تشكل لجان من الشباب لجان الدفاع عن المكتسبات الثورية ولجان the committees that should be formed to defend the achievement of the revolution الأمن الشعبي المحلي and the security people security local security الاجتماعية والآداب وهذه حتى تشكل من 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 حملة القرآن اللي هم مليون واحد حملة القرآن في ليبيا وأمة المساجد and those outside imams of mosques and those who يعرف الوصول who know about السلفية الحقيقية the Quran the youth تقتل مقتل نفس the real Salafites قتل البشرية كلها بكرة تتشكل منهم لجان tomorrow لجان الاجتماعية والأداب to defend the تحمل أداب في community values تمشي المرأة وحتى في رأسها عيان ما حدش يعكسها and everyone should be feel free in the street walking with safety with her head held high without being teased اللي في هذه العصابات الناس عايشة في جحيم people are living in hell ليش بتحارب بالدبابات والطائرات وإلي كنا استخدمنا الطائرات والدبابات والمدفعية ولا هو ناس جبهة من الجبهات أبدا كذان ضروهم من الليل أبدو فيهم لين تمسكوهم start from tonight apprehend them from now أعتقد أنه من بكرة ستبدأ from tomorrow إدارة جديدة في الجماهيرية A new administration will be formed. جديدة new, جديدة new municipalities. وسلطة شعبية a new جديدة people's authorities. دستور ويخص الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وما إليه هذه تحدث بها لكم سيف الإسلام وهذه تخص سيف الإسلام والمحامين. Will raised by سيف الإسلام. That will be levied to him and the, judges and lawyers and in relation to constitutional reforms. If they want to new constitution, any legal authority, we want the law to prevail, the people, the authority of the people. لاني انا معمر قذافي لا عندي قصر ولا فلوس ولا عندي مستقبل كملت عمري في الثورة ما نبي شيء نبغي لليبيا كل شيء نبي لليبيا I want everything that I have earned for the Libyan people في عزة وفي كرامة وفي رخاء live in the بترولها ونهر الصراع العظيم and preserve its oil reserves وموانيها ومطاراتها وتطهر من الذين يحرقون الان المدن بسرعة خلوا عندكم شجاعة تحرر انتم اكثر منهم انتم ملايين you are more than you outnumber them in millions امسكوا you are millions and there are tens وافتحوا المطارات
افتح المواني ايربورتس اند بورتس اند ذا رجعوا السلطه الشعبيه رجعوا الامن برينج باك سكيورتي ضباط الحرار متوزعين عندكم Now you have the officers, free officers who can help you. And you can decide as well. Decide the distribution of wealth. Libyan oil should be distributed to all people. You can take it and. Do whatever you want to do. كل واحد ياخذ حصته. Everyone take his share. انت بتدير بها حر، انت بتدير بها شجره حر. بتصدقها حر، المهم حصتك خذيتها وتصرف كيف ما تبي. Take your share and you can do whatever you like with it. واعتقد ان سيف الاسلام I think also سيف الاسلام بالصفراء والصحفيين will meet the ambassadors يتمكنوا من نشر كل الحقائق عن ليبيا لان ليبيا في العالم ما يشوفوش فيها الا عن طريق المحطات القذره and الاعزاء الذين خانونا our brothers who betrayed us بدل ما ينقلوا الحقيقه instead of relaying the truth ينشروا في صور من كم سنه فاتت they giving pictures that so many years old الاذاعه الليبيه الجماهيريه العظمى هي اللي العالم كله يجب يتبعها وهي اللي سترد على كل شيء حتى The Libyan radio media في الإذاعات القذرة وترد عليه في الإذاعات الجماهيرية العظمى يقال في الإذاعات القذرة تسمعوه شوف اللي العالم ترد عليه said by these dirty stations and see what the response will be from the Libyan media مطارات معطلة مواني معطلة الحياة توقفت Airports are seaports. الإذاعات تعطلت. الناس خافت. Are not working. شخص واحد. Radios are not working. واشنطن. شخص إرهابي. One terrorist who. خطير جدا. Dangerous. ما يقدروش يمسكوه إلا بعد فترة. They could not apprehend him after a while. يصليها يقتل منها ويختفي. يمشي لمدرسة أخرى يختفي. المدارس خافت، الطلبة في أمريكا ما عادش بدهم يمشي المدارس، خير؟ قالوا في وين نمشي أي مدرسة كل مرة يقولوا اعتداء على مدرسة، هو شخص واحد. It's a person who committed shooting from one school to another and they couldn't apprehend him. سكرت الشارع نفس الشيء. أمريكا هذا تو حصل، أمريكا قبلها درهت. من هذا المجرم تاع واشنطن. لين إذا قاعد خلاص جندوا كل ما عندهم اللي لقوه. لقوا شخص واحد بس ارهبهم انتم حفنه على صابعة ترهب بنغازي This is only very few who terrorized Benghazi المظاهرات السلمية اللي تكلم Peaceful demonstrations that talked about talked by the world علشان Peaceful demonstrations about Gaza مظاهرة سلمية about Gaza. علشان العراق Peaceful demonstrations about Iraq ما نمشي للشارع نمشي للمؤتمر الشعبي واللجنة الشعبية باش نحل المشاكل فيها الفلوس وفيها القرارات وفيها we can go resort to the people's committees المشكلة الليبية عند الشعب عند المؤتمرات they have the committee conference people's committee conferences they have the money we have to go there and resolve our differences there مستحيل ما دام السلمية ماشي من شارع لشارع أنا نفسي قدت مظاهرات سلمية كثيرة في العهد المباد لكن لا حرقت لا كسرت لا شيء I myself led peaceful demonstrations in the old regime but I did not seek destruction or did destruction نأيد في الثورة الجزائرية ضد تفجير القنابل في الجزائر Again, we are against. I am against the bombing of the bomb causing explosions in Algeria. Peaceful demonstration is different. من تراب الوطن شيء آخر. And the undermining of the sovereignty is a different matter. The world must understand demonstration. Peaceful demonstration is different.
في الدول اللي